تعرف الشركة غير الربحية على أنها شركة مسجلة وفقاً لأحكام القانون، شريطة أن تكون غايتها تقديم خدمة أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي من شأنه تقديم منفعة للصالح العام. قادة هذه الشركات في غالبيتهم من فئة الشباب والنشطاء المجتمعيين الذين بادروا لتجسيد أفكارهم الإبداعية في خدمة وطنهم ومجتمعهم. وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني الشركات غير الربحية والمؤسسات الأهلية وجهان لعملة واحدة، لذلك تطالب بإلغاء نظام رقم 20 للعام 2022 كونه يعتبر تقييداً لحرية العمل الأهلي في فلسطين.